مشاهدينا الكرام، معنا من اسطنبول الباحث السياسي العراقي السيد حسين السبعوي. مرحبا بك استاذ حسين. مصدر حكومي اذا اعلن ان العراق سيفقد التعهدات الماليه للدول المانحه في مؤتمر الكويت. هذا التصريح يجعلنا نتساءل عن ما تقدمه حكومه بغداد للمدن المدمره. بكم الكرام، أنا أعتقد أن الحكومة العراقية لديها مشكلة كبيرة جدا، لا يمكن أن تتقدم خطوة إلى الأمام في بناء المدن المدمرة، وهذه الخطوة المهمة هو الفساد. الفساد المستشري في الحكومة العراقية، لا يمكن أن تقوم ببناء أي مدينة وأي ناحية أو أي قرية مما دمرته الحرب. أنا أعتقد العراق موارد المالية كبيرة جدا، ولكن غياب التنمية وغياب الخطط لبناء المدن ومع وجود هذا الفساد من الصعب جدا بناء أي مدينة. وأنا أعطيك مثال واحد. حرب العالمية الثانية، مدينة ستالينغراد عندما دمرت عام 1943، 9 سنوات بجهود الاتحاد السوفيتي والدول المتحالفة معه حتى استطاعوا بناء مدينة ستالينغراد التي أصبحت الآن من أفضل المدن اللي موجودة. تصور هذه دولة عظمى استطاعت ب8 سنوات حتى تبني بجهود العراقيين، الأساس العراقيين الممتلئين بالفساد اللي يعني تغول بهم الفساد وبلغ مبلغه. لا نتصور أنه في سنة وفي سنتين ممكن بناء هذه المدن إطلاقا. لكن نعم. الواقع المأساوي الآن أستاذ حسين الذي يعيشه النازحون دفع المنظمات الدولية إلى رفع التقارير تؤكد الحالة المأساوية التي يعيشها أهل المناطق المدمرة، ولكن إلى أي مدى ترى تأثير هذه التقارير في الحكومة وموقفها؟ طبعا هذه التقارير لا قيمة لها بالنسبة للحكومة، لأن الحكومة مسنودة من جهات دولية أكبر من هذه المنظمات التي هي أرسلت هذه المنظمات. لكن بأي حال من الأحوال هي مشكورة هذه المنظمات عن ما تنقل الحقيقة عن الواقع العراقي المأساوي بأي حال من الأحوال، لكنها هي لا تستطيع، هي مجرد مهمتها نقل الصورة وليس مهمتها اتخاذ القرار. اتخاذ القرار قرار دولي تحتاج، والمجتمع الدولي أو النظام الدولي غاض الطرف عن ما يجري في العراق. نعم. أخرى عربية أخرى. نعم. غير مشغول بإعادة بناء المدن أو حقوق الإنسان في الساحة العراقية، ولهذا السبب الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. أشكرك الشكر الجزيل. من اسطنبول الباحث السياسي العراقي السيد حسين سبعاوي.